انتم تسمعوا في 90 دقيقة. عسامتكم، مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما لاختيار اي اف ام والاستماع ل 90 دقيقة. معاكم زينب مالكي اكسبسيونيلمون في تعويض لزميلتي خلود مبروك اللي ترجع ان شاء الله في فورما ولاباس ابغتيغ من نهار الاثنين في البرنامج نتاعها. انا فرحانة وسعيدة كالعادة اللي نلقى هالفريق الخرق العادة هذايا اللي تلقاوه انتوما كل يوم الاثنين للجمعة الوقيت هذايا. مرحبا بكم الكل، شكيب طارق خليل اهلا وسهلا بكم منورين. مرحبا بك، معناتها ويلكم باك. ربي فضلك، هاو كان طلع عليكم ساعه ساعه. مرحبا بك شكي. تفقدنا وان شاء الله وان شاء الله بالنسبه خروج شويه. يا اخي تحضر الغنيه طلوا احبابنا طلوا. يا اخو بخاطر باهي باهي الاغنيه جميل. خلي الشهوين، احنا اول مره نتقابلوا في البلاتو هذا. نتقابلوا ان شاء الله، نزيد نتقابلوا ان شاء الله، نتقابلوا في مواعيد باهيه ان شاء الله. خلود ترجع تكون في برنامجها حاضره بحذاكم. احلام عبد اللي كالعاده موجوده بحذانا. شو احوالك احلام؟ عايشك سنوبه، مرحبا. في فورما لاباس الحمد لله. خبيا احنا باش نبداو معاهم هما على خاطر ابارامون كلهم متغشين اليوم، هاتوا نعرفوا علاش. تو تسويت مرحبا بكم في 90 دقيقة. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. قلت الكلهم متغشين، الفريق الكل متغشش. وقولوا لي برشا ناس يا اخي فما حاجات هما يفرحوا اليوم. انا ما نعرفش، على كل نعرف اللي شكيب عنده حيرة، الحيرة متاعه تقول علاش الرؤساء الثلاث حتى التوا ما لقحوش. سؤال واخترنا له زاد عنوان يا نهار التلقيح يا نهار الكشفه. معناها علاش يقول هذا؟ انه صاير لغط، ما يخفاش على كل تونسي انه صاير لغط. هل انه الرؤساء الثلاث كي نحكي نقولوا مشيشي، نقولوا قيس سعيد، نقولوا رجل غنوشي، الناس هذه لقحت اما لم تلقح؟ تم تطعيمها خلسه في النوار، لقاحات كونترا، والا هذا ما ثماش منه؟ لانه صار انه فما نميمه سياسيه معناها وهمز ولمز صار. كان يفترض انه اليوم طالما توا وصلنا باش نحكيو على قريب، ولا وصلت شحنه سينوفاك، انه علاش لا الرؤساء الثلاث هذوما قدام الكاميراوات انه الناس هذه تلقح باش يكف اللغط هذايا، تلقح باش تكف الالسن اللي تحب تعيب وتطعن في الناس هذايا. ونحطوا نقطه ونرجعوا للسطر انه الناس هذه فعلا هاي باش تلقح. اذا ما يصيرش هذايا بمعنى انه الظنون نتاعنا راي ظنون صحيحة وفي بقعتها، ويعيب الشوم أنه رئيس جمهورية على رئيس برلمان على رئيس حكومة يلقحوا في السر ويلقحوا خلصة. هذا واحد. اثنين، لو فما شك وفما تشكيك وناس خايفة اللقاح هذا عنده أعراض ما عندوش، يقتل لا يقتل، يشفي لا يشفي، يفترض عنا حاجة نسميها القدوة اللقاحية. معناها أنه مطلوب من رئيس البرلمان على رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يضربوا المثل الحسن اللقاحي. ما فيها بس الناس هذه تلقح باش الناس تطمئن وتقول طالما لقح الرئيس ورئيس البرلمان وكذا معناها رانا مطمئنين، وعلى الاقل يصير اقبال على التلقيح باش نحصلوا ما يسمى بمناعه القطيع وتطمئن هكاك القلوب. حاجه ثالثه وهذه مهمه ان نسكر بها، يهمني انه تحديدا رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان، يهمني انه رئيس قيس سعيد يكون في كامل الصحه والسلامه والعافيه في فورما بالتونسي، اللياقة كاملة حاضرة، لأنه دون هذاك مع الأسف شكون باش يحارب الفاسدين والمتأمرين على البلاد هذه والناس اللي تخطط باش تسيء لبلادنا وباش تضرب الثورة هذه؟ شكون باش يفتح الحوار مع الشبيبة ومع الشعب يريد؟ شكون باش يدرس علينا في القانون الدستوري؟ مهم. وما تنساوش حاجة، رئيس الجمهورية مود تكتيل رئيسنا قيس سعيد، هو من الناس اللي ينظروا لحاجة اسمها ديمقراطية التماس وديمقراطية العناق وديمقراطية الأحضان خويا طارق وديمقراطية تقبيل الأكتاف، تتذكر هذا اللي صار في باريس. فنحن يهمنا أن الرئيس أنه لا يمرض ولا يمرض، وهذا مهم. تنسى رئيس البرلمان الراجل الكبير في العمر متقدم في السن اللي اشتعل رأسه شيبا اللي تهرب نسيته. بالرغم اللي هو الان كنتش نعطيه الكلمه من بعدها واخذها طارق توا شعر نسيته. لا انا ابغى حبيت انا قلبي اكثر على رئيس البرلمان اللي تهرم. يهمني زاده انه يلقح، يهمني انه يكون في صحه وعافيه. تعرف برشا انه الرجل هذايا خاصه في حركه النهضه وبوليسه التامين لحركه النهضه تخاف انه اللي فشلوا فيه ناس في انه يخلعوه من رئاسه البرلمان تنجح فيه الكورونا، وهذا انا ما نحبوش. الرئيس البرلمان المشيش يظهر لي الصغر نتاعو فتوته شبابه صحته تكفيه
كمناعة ضد الكورونا. ذاك علاش ممكن ما حكيتش عليه؟ مش من باب الحياز ولا الانترفيتاسيون ولا شكيب من باب الحياز ولا الاستفافة. ما احنا اللي ريناه في العالم الكل، خلينا نقولوا رؤساء جمهورية رؤساء حكومة جوستومون مشاو في هالليكزومبلاريتي هذه، المثال باش يعطيو هما المثال للشعوب نتاعهم باش يطمنوهم على ان فاكسان كما يقولوا وصل للمرحله نتاعو الثالثه وما كملش المرحله نتاعو الرابعه، اللي عليه برشا تساؤلات، اللي جاي من بلدان مختلفه. الناس اليوم قاعده تسال في تونس نلقح والا ما نلقحش، معناتها وصلنا لهذايا. معناتها انت تقولك الشكوك اللي دارت الكل وخاصه بعدك ال 500 جرعه الشهيره اللي يحكيوا عليها برشا ناس، يقولك اه مادام ما لقحوش، مادام فما شكون لقح في السر وفما شكون ما عطاش الحقيقه للتونسيين وسختو ما وراهمش المثال. ما تنساش قالت مغربين انتليجنس وخاصه في مهام مديره الديوان السيده ناديه عكاشه وقت اللي ذهابها على السريع وعلى جناح السرعه للمستشفى العسكري وتقال وقت هي قالت انه محاوله تسميم بظرف لا يحمل ولا سما ولا مواد خطره ولا متفجره، لك ثم اللي قال انه هذا على خلفيه لقاحه يفترض تلقح الناس هذوما حتى يتحصحص الحق ويزهق الباطل. علاش ما لقحوش حسب رايك انت طارق؟ لا انا جوست حكيت المغرب انتليجنس اللي هي قريبه من النظام، قريب معناتها جغرافيا منا، ماهيش افريكان انتليجنس اللي هي اكثر جديه، ويظهر لي عملت رد على الموضوع هذاك وقتها. وفي نفس العدد هذاك دايور نتاع المغرب انتليجنس قالوا زاد رئيس البرلمان لقح بالسرقه، وجوز اخبار غلطه، حتى حد ما لقح. والمشكله اللي صارت هو الضغط اللي صار انه السياسيين كل اللي عندهم امتياز ولا طيب بطلنا سيدي. انا السياسيين المعروفين، خاطر فما سياسيين فعلا. شنو السياسيين؟ يعني ناس في المؤسسات خاصة على مستوى البرلمان، خاصة اللي يمشي ويجيوا لبرا، فما شكون لقح، خاصة اللي عندهم اقامات في دول اخرى، فما شكون لقح يعني. لكن ثلاثة رموز هذوكم فعلا في كل انحاء العالم، فما الدور نتاع البروتوتيب الليدر اللي يا ناس اطمئنوا. انت عندك قيادات راي قالت ما راه التلقيح فيه مشكل، وكعرفتها كالمؤامره بتاع الفاكسيناسيون اللي ملي بدات الفاكسيناسيون موجوده، انه لي فاكسان هي مؤامره على البشريه واتسيتيرا، مازالت موجوده حتى داخل الاطار الطبي. راهو فما الاطار الطبي وشبه الطبي فيهم شكون اللي يرفض التلقيح، اللي ما قيدش، اللي حتى وقع مناداته للتلقيح. دونك سي تري امبورتون انه الثلاثه يلقحوا بالرغم توا صار ضغط، لقحتوا بالسرقه، هي سيدي ما لقحوش بالسرقه. اما المهم توا تصير عمليه، انا موافق معناتها في النقطه هذه. اما ثلاثه ثلاثه حتى المشيشي ربما اكثر واحد يلزمه شويه كبسه وهكا وكان مع التلقيح يعملوا له كل الزنك هذاك وكل حاجتك تنشط شويه اهم بالنسبه لي بالنسبه للمشيشي الزنك والفيتامين سي وكذا من لا عمل الحاجه مع بعضهم خافوا من لا موجود لا خاف خليل فيتامينات كل موجود خليل امان كلمه برك علاش خافوا على ثلاثه مع بعضهم؟ انا مش مع بعضهم تباعا، على خاطر نجم واحد يكون فما في التلقيح عنده الاعراض جانبيه يولي فريش ومخده، على الاقل شكون نجم يحل محله؟ اي رئيس قيس سعيد مثلا استرازينيكا خليته فريش ومخده يصير ولا على الاقل عندنا رئيس حكومه يعوضه مثلا في حال عز وقتي. بالنسبه للبرلمان قال لنا ماهر مذيوب عندهم معوض. خلينا ناخذ راي خليل في الحكايه. انت علاش خلينا مساج خلينا ناخذ راي خليل. التلقيح بدا عنده ايامات، علاش شنو اللي يمنعهم رؤساء ثلاثه حتى لتوا انهم يلقحوا حسب رايك؟ انا رايي سهله، اذا كانوا ما لقحوش فطول راهم باش يسمعوا كلام شكيب وباش يهبطوا في حفل مشهود يعطيونا المثال والقدوه، اذا ما لقحوش. اذا لقحوا راهو حسوا ماناش باش نسمعوا. هو مؤكد هذا تو بحسب ما حكاه شكيب، فما اما لقحوا وما قالوش والا يستناوا باش يجربوا بالعباد مش حكايه بعتلي لقحوا. لا لا واضحه تبقينا انت شكيب، ما تخوفك على رئيس الجمهوريه في تلك الطراده العظيمه اللياقه الرئاسيه اللياقه الرئاسيه وخوفك على رئيس البرلمان من جهه اخرى. وما سي المشيشي راهو في لياقه بدنيه، يقول حق فيتامين سي والدي والكل، راهو البطوله اللي عملها البطوله نتاعو اللي عملها في الهجوم على خيمه الدكاتره المعتصمين والعاتلين على العمل راهي لا تقدر بثمن. معناها ملقح وعنده مناعه كبيره ياسر، عباد عندها خيمه بلاستيك ودبوزه ماء وساندويتش يقسموا فيه، تخلى عليهم وعمل الحرب. معناها هي جا حرب كبيره، تنجم تحطه مع ارنستو تشي غيفارا، تنجم تحطه مع جوزيف بروستيتو من عظماء الانسانيه اللي حافظ على هيبه الدوله. انا باش نرجع لخليل بعد شويه، خاطر خليل زاد متغشش اما على موضوع اخر تعرفوه بعد شويه. خليكم معنا راجعين في 90 دقيقه. نهج التريبيونال
قضية اليوم بدأت نهار لحد 27 نوفمبر 2011 مع الخمسة متاع العشية تقريبا في منطقة جيفيسي سيغورج في مدينة ليسام في جنوب باريس. راجل اسمه ميشيلو في الباركينج اللي تحت العمارة اللي يسكن فيها شاف امرأة ملتوخة في القاعة وغارقة في دمها. من أول نظرة عقلها المرأة جارته ناتالي، بدنها مخرب بالرصاص لكن ما زالت تتنفس. بطبيعة الحال في الحالة هذه أعمل اللي يلزموا يعملوا، كلم الحماية والحماية بدورها كلمة الشرطة. أكثر تفاصيل تسمعها اليوم في برنامج نهجة تريبيونال على إيافام أحلى راديو. المعون عليا انا عزيزتي. اقعد ارتاح، الحوايج جانا نتويها. شنو هاد الليل الكل؟ فهمتكم وفهمت الجميع، انتوما ناويين على فطور قمقوم بطماطم تيكال. تيكال فهمتنا الكل. تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه يتجدد اللقاء مع عشاق الاغنيه التونسيه. اكتشافات وانتاجات جديده، سهرات وندوات ولقاءات بين اجيال الفن التونسي. مهرجان الاغنيه التونسيه في دورته العشرين من 30 مارس الى 3 ابريل بمدينه الثقافه. مهرجان الاغنيه التونسيه مع EFM. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا في 90 دقيقة، شكرا لكم اللي موجودين بحضرنا. نفكركم اللي معاكم اليوم اكسبشنال موزين بملكي في عود خلود، مبروك ترجع لكم ان شاء الله نهار الاثنين. وما زلنا نشوفوا جماعة متغشين فرحانين، قلت لكم اليوم متغشين وخليل زاد اليوم متغش. ان شاء الله خير خليل. هو ان شاء الله خير. متغشش في تونس على الحقائق الدفينة اللي ساعة شي يكون عنده مصداقية فكرنا فيها. الحقائق اللي يبدو انه ثم ناس في وسط الامبينيتي هاربه منها وما تحبش تواجهها. ممكن انا معناها الغش متاعي هو على خلفيه تصريح او على خلفيه انتربريتاسيون تاع كتاب، معناها مازلنا ما قريناهوش للامانه العلميه. 650 صفحه سي محمد الناصر، كتاب جمهوريتان لتونس واحده. تحدث على موضوع كبير برشا اسمه الخميس الاسود، يوم 27 جوان وما ادراك 2019. الحديث اللي جاء في الشارع المغاربي قيل على لسان محمد الناصر، يعني ترجمة فورية أو نقل فوري يلزم نربطوه بحكاية أخرى، لكن خلينا نقول شنو اللي صار في الحديث. لأنه نهارتها تونس كاملة وقفت قدام تقريب ثلاثة أحداث متزامنة خلتنا نقفوا على نهار عظيم جدا. زوز عمليات متزامنة في اللافوني وفي ثكنة بوشوشة، انفجارات سيارات، ثم وجود محمد الناصر نفسه اللي يحكي على في حالة مرض وتفويض لصلاحياته لنائبه الأول سي عبد الفتاح مورو، إذن هو وقتها مش موجود. ثم في نفس النهار والأقدار تفعل ما تريد وما تشاء، الباجي قيد السبسي يدخل المستشفى العسكري في توعق صحي مفاجئ. اللي يقوله محمد الناصر هو حركة غريبة اللي قبل ما نثبته في الحالة الصحية الباجي قيد السبسي وقبل ما نثبته في الحالة الصحية محمد الناصر نفسه اللي نهارتها كان موجود، وقع حسب رأيه محاولة وحسب تليفون جاء من عند عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع لإقرار شغور وقتي بموجبه يتولى يوسف الشاهد رئاسة الجمهورية. هذوما دي بروبو اللي موجودين في الكتاب دو ريبوبليك اللي نزيم تاع سعيد محمد الناصر. أكد له هذا، قال أني مشيت للبرلمان بعد طلب من عبد الكريم الزبيدي بالطبع. نجم تشد بلاستيك لانه شدان بلاسته يعني سيناريو كامل باش يطيح في الماء. مشى البرلمان قال لاحظت انه ثم تجمع وثم وجوه غريبه بمعنى استغرب من وجوده هو، وثم نواب من الكتله الحاكمه سماهم من زوز احزاب تحيا تونس والنهضه، كل واحد شد دستور في يده وقاعد يطلع. يعني حسب رايي انا وحسب ما يحكي محمد الناصر بكل تحفظ هناك وقعت عمليه احباط استباق او انقلاب على المؤسسات واستباق لحاله الباجي قايد السبسي اللي بعد محمد الناصر قال لهم راهو يسلم عليكم ويقول لهم راني لاباس لمحاوله الانقلاب على المؤسسات. ماذا يؤكد ذلك؟ هنا شوف كلام عبد محمد الناصر عنده ما بعده لان مثلا الناس الكل فكسات على سيما عبد الكريم الزبيدي وقال زوز دبابات واتهمته بالانقلاب على الشرعيه ومحاوله الانقلاب، والتو يذكروا فيه باللي هو حب يحط زوز دبابات في مدخل البرلمان. وقت اللي هذا اذا كان تو نعاودوا نقراوه بكلام محمد الناصر يتسمى استباق محاوله انقلابيه على المؤسسات. باهي نخلي الكتاب اللي انا ما قريتوش ونكون امين على الميل. خلينا نشوف اللي طلعت عليه. نطلع على تصريح بتاريخ 1 نوفمبر 2020 لمحمد الناصر في موزايك
الشريك مع زميلنا الياس الغربي تقريبا حرفيا وفي فيديو موجود نفس الحديث. هناك محاولة للاستحواذ على السلطة منسوبة إلى الآن إلى يوسف الشاهد. نحاول هذا الكل نعمل روحي ماريتوش ونربط أحداث تلك الفترة. نبدأها كرونولوجيكمون بإقالة وزير الداخلية لطفي إبراهيم لأسباب واهية، ثم تغييرات تشمل تقريب 40 أمني في وحدة مكافحة الإرهاب وفي الحرس الوطني، ثم بالقضية اللي باش نربطها بالحديث ونخلي الانتربريتاسيون للناس هي قضية صابر العجيلي. بالأمس أو أول أمس صدر حكم في قضية الواشي اللي عنده قضية بقضية تآمر أمن الدولة اللي تشد فيها صابر العجيلي مدير الأبحاث في القضايا الإرهابية، وتشد فيها سي عماد عاشور الرئيس السابق والمدير السابق للفرق المختصة، وهي قضية تعديت على المحاكم العسكرية ثم تعديت على المحاكم العادية وأصبحت كيدية بامتياز، حيث أن الواشي اللي كانت عنده اتصالات بأطراف محيطة بيوسف الشاهد وقع تحريضه على الشهادة توا محكوم 46 سنة وبطول طن حبس بصفته موظف عمومي لتزوير لتدليس للتفريط في 4 سيارات رباعية الدفع على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محجوزة في قضية إرهابية. يعني اللي نفهموه لزالنتور هذه الكل مع محاولات وقتها لإجهاض حتى الوسائل الإعلامية اللي كانت قريبة شوية من باجي قايد سبسي، نفهموا أنه 27 جانفي و 25 جويلية شهر لا بد من قراءته في تونس بشكل جيد، وقراءة من عند السيد محمد الناصر في الكتاب هذا دو ريبوبليك اون تونيزي اللي مازالوا برشا ناس ما طلعوش على كامل المحتوى نتاعو. لكن الزوز أحزاب اللي توجه لهم السيد محمد ناصر بالأكتواليتي هذية الأكتواليتي فخوادة بين قوسين على خطرة صارت عندها مدة لكن يمكن تاريخيا لازم أكثر وقت، الزوز أحزاب يغياجيس نهضة يغياجي تحية تونس يغياجيس يقولك لا مش صحيح مهيش الأمور كما هك. نعرفوا المكانة متاع سيد محمد الناصر عند التونسيين، المكانة السياسية متاعه زادة في المدة الأخيرة في حياة التونسيين الكل، والمصداقية زادة اللي عنده عند نسبة من التونسيين، لكن زوز أحزاب يقولك مش صحيح اللي يحكي فيه السيد محمد الناصر. عندكم تعليق شكيب طارق؟ أنا جست حاجة برك مانيش ندخل في تفاصيل الموضوع، نستنى ردود الأفعال من الأطراف الأخرى قبيلة دور في الأخبار يقولي فما رد فعل أحد من تحية تونس. تحية تونس شفت حتى بعض نواب متاع تحية تونس عملوا هكا شوية تعليق. أنا حاجة برك مانيش ندخل في تفاصيل الموضوع، نستنى ونشوفوا بصير مكافحة كيف ما سأتوا الموضوع متاع استقالة ليس فخفيخ، بصير مكافحة باش تخرج كتب باش تصير شهادات سي بيان ديبا، كل ما تصير شهادة كل ما تصير مكافحة هكاك تكتب بالتاريخ. الشهادة التاريخية ماهيش التاريخ، لكن المكافحة محصلة المكافحات بين شهادات تاريخية مختلفة هو اللي نجم يوصلنا، ينجم مش بالضرورة ينجم يوصلنا التاريخ الحقيقي. أنا حاجة برك سي محمد الناصر توا مطروح ما عادش في الماضي. سي محمد الناصر طارحوا اتحاد الشغل باش يترأس لجنة الحكامة الحوار الوطني لجنة الحكامة، لكن بهالصراع هذايا بهال لي ميموار هذوما المذكرات هذوما يظهر لي هذا بسيدي عقد موضوع الحوار ما حكيهم بعد الموضوع الحوار، لكن موضوع المذكرات ربما يمشي يكون عنده امباكت على موضوع اخر كومبليتمون متعلق اكثر بالحاضر مش بالصيف هذاك. انا مع طارق كنت شقولها على كانت على طرف لسان انه هالذاكره هذه ولا يوميات سي محمد ناصر يبدو انه افسدت علينا فرصه للبلاد انه نلقى حكيم باش يخرجنا شخصيه توافقيه كان يفترض انه يدرس التايمينغ نتاع تنزيل الكتاب جيدا وما يستعجلش. الاستعجال هذا اكيد عنده أضراره على مستوى الحاضر يا سيدي، هذا واحد. اثنين هذه يوميات معناها يوميات معبأ برشا ذاتيا مزيد ما قريتش الكتاب مش عارف هو عمل زاد الميا كولبا نتاعه في 77 ورجعته كذا وقت نويره قصص طويله وعريضه مانيش عارف شنو صار. الحاجه زاد مهم نقول انا اول مره قاعدين نبدعوا في الانقلابات معناها قاعدين نعملوا معناها تا واحد سي محمد ناصر جاء لقى ناس متجهمين تفاجئوا بحضوره شادين معناها دستور في يدهم هذه محاوله انقلابيه افشلها سي محمد الناصر مال الانقلابات معناها واحد شاد وجهه متلون ومتغير وشاد دستور معناها محاوله انقلابيه معناها حاجه انا صراحه فوق العقل. اما نحب نقول شيء مهم وقت اللي طرح الامر هذا في الخميس الاسود انا كنت من الناس اللي علقوا على الموضوع هذا وسمعت محمد الناصر وقت اللي انا كنت في الحوار التونسي ما كانش الموضوع على يوسف الشاهد تتذكروا جيدا كان الموضوع على انه شغور نهائي في مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان أنه سي محمد الناصر صحيح ولا راقد فرش ومخدة
وانه شكون باش يملا البقعه نتاعو بشنوب هو عبد الفتاح مورو؟ اذا باش يولي عبد الفتاح مورو رئيس وتدخل مورو وجاء اكثر من تلفزه باش يبرا نفسه معناه من قصه انه بمعنى انه اليوم ولينا نحكيو على يوسف الشاهين. حاجه اخيره قول يبدو لي ونتمنى نهار تصير نوع من المصارحات الصحيه، يبدو لي اللغط هذا اللي صار انه خلى انه العائله تقديري العائله والقريبين من باجي قيسبسي يخرجوه من المستشفى العسكري على السريع قبل ان يتعافى نهائيا باش يعبئ البقعه نتاعو ما نمشيوش لي الشهور اللي هو يبدو تعليم. اللي هو يبدو انه يقول لك الخرجه البريماتوريه هذه المستعجله يبدو انه تسببت في انه تتعكر الحاله الصحيه نتاعو لافضت الى وفاه. هذا يتقال وقتها ونزيد انا نقوله ونتمنى ان يكون رد صحي يجلي هالغموض هذا. اما من غير ما نطول شكيب يبدو انه كلام محمد ناصر حسب اللي طلعنا عليه موجه اساسا لمساله الشهور الوقت يوسف الشاهين لانه حكيت اشاعه وفاه الرئيس باجي قيسبسي وقتها سرعان ما فني اكيد ما نجمش يكون على نقطه اخرى دكتور منير نجم يكون كان على نقطه ذيك معينه الشهور الوقت تم في غياب محمد الناصر اللي هو نفسه كانوا باش يتوجهوا له المستشفى وربما حتى هو يطلعوا له سيرتيفيكا. لكن تو المساله اليوم ومشات الانقلابات الاثنين تحكي لو المره كنا نحكيوا على انقلاب واحد انه رغبه من الزبيدي باش يسكر البرلمان وباش يتوق الامور هو التي اتهم تو الولي زبيدي هو نتيجه لانقلاب اخر. هذا اللي نحبوا نوقفوا وهذا اللي باش يرجع الحوار مره اخرى على اللي صار على اللي صار وقتها. على كل احنا بنزلنا باش نكملوا من فرحان متغشش وطارق زاد هو متغشش اليوم. علاش متغش؟ متغشش خاطر كي ما يحضرش ميغافون نتاع عبير موسي باقي البرلمان معطل. من الغرائب اللي صارت بين البارح واليوم زوز جلسات عامه في مواضيع مهمه ومهمه جدا خاصه موضوع البارح ما صارتش. عليش قول لهم عليش؟ دخل الكاتب العام للنقابه الاساسيه للقاعه ما دخلش، دخل الميكروفون ما دخل، النواب تخلاو على الحضور ما اكتملش النساء ما صارت جلسات في نهارين في جره بعضها يعني صارت البارح وصارت اليوم. سمعت انا قبيله نائب رئيس المجلس طارق الفتيتي قال معناتها ضمنين قال حاجه مش مفهوم اللي صار، يعني هذا نائب رئيس المجلس وقال سينشروا قائمه باسم الغيابات. سمعت سامي عبو اتهمت بشكل واضح الحزام الحكومي نتاع المشيشي بالتغيب عمدا البارح على جلسه وزيره العدل. ونحكي علاش اليوم سمعت رئيس كتله حركه النهضه قال لي نحن حضرنا مش بالعدد الكافي، حضرنا ممكن 20 وتتراه، الاخرين اللي ما حضروش، تبادل الاتهامات. نجي للجلسه نتاع البارح لان بالنسبه لي مهمه جدا، وزيره العدل البارح جلسه وزيره العدل بالنيابه، جلسه مسائله لها فيها قائمه من المواضيع، بما في الموضوع اللي حكى عليه سفيان البارح نتاع الطفل اللي توفى عبد السلام اللي توفى في صفاقس ظروف الوفاه نتاعو، مجموعه مواضيع، لكن اهم موضوع هو الاتهامات نتاع جمعيه القضاة. واتهامات عدد كبير من الناس نتاع تدخل وزيرة العدل بالنيابة بالحسن حسن بن سليمان بليتو في الأعمال نتاع مجلس القضاء العدل. مجلس القضاء العدل للتذكير اجتمع للحسم في بقاء وتجميد وضعية زوز قضاة مهمين بما فيهم قاضي القضاة اللي عندهم اتهامات من هنا للسقف في علاقة بالفساد عندها أثار بتاع آلاف المليارات على الاقتصاد التونسي. مجلس القضاء العدلي قال لا يتعداو مجلس تاديب. عرفت مجلس تاديبك باش يوقفوا في الحيط هذاك الجو هذاك وما يتعداوش على المحكمه كيفهم كيف بقيه المواطنين. تبين حسب جمعيه القضاة تصريحات علنيه مش تسريب تصريح علني جمعيه القضاة قال اللي السيده وزيره العدل بالنيابه هي اللي تدخلت لسحب ملف تقرير التفقديه اللي بعثته وزاره العدل لمجلس القضاء العدلي وذلك دفع وساهم في عدم احاله زوج قضاة هذوك. كان المفروض البارح لانه ما كانش مساءله لها هي فقط، كانت مساءله للوساده السياسيه لانه الاتهامات وقتها اللي توجهت لمجلس القضاء العدلي اللي صارت عمليه مقايضه مع تغيب النواب البارح ومش اكتمال النصاب نيه مبيته نتاع داخل مجلس القضاء العدلي الجماعه اللي موجودين في الحكومه اللي مع البشير العكرمي والجماعه اللي موجودين زاده في الحكومه نتاع قاضي القضاة بالطيب الزوز اتفقوا نتاعي تعرف الزوز ملفات نطيحوه برا مش مشكل. فما اتهامات واضحه حتى من رئيس جمعيه القضاة بالمقايضه في الملف هذا. دونك اطراف سياسيه نتاع المشيشي الوساده هي معنيه بشكل مباشر بالموضوع نتاع المسائل. كانت مسائلة للوسادة مش فقط
الوزيرة العدل بالنيابة اللي بالنسبة لي صببت معها لدين وهوكا يحيروا لها في اسمها انتر بارانتيز باش تكون ممكن هي معنية بأنها تخلف المشيشي من الناس اللي رشحوا فيها الوسادة لإمكانية خلافة المشيشي. أنا الحاجة حاب أقولها لهنا أنه كي تعمل البارح وزيد اليوم عنا رئيس هيئة مكافحة الفساد باش تعملوا جلسة وأيضا يصير تغيب وقتها نحن نتحدثوا على أنه مش فقط الوسادة تعطل المجلس لحسابات تخصها بل أين أيضا الوسادة المعنية بتسيير المجلس هي من هي رئيس المجلس معطلة روحها بروح. سفيان سمحت سفيان خليل والله ما اللي نجم نفهمه كون الوسادة هذه نفسها هي اللي استعجلت النظر مثلا في القوانين تاع المحكمة الدستورية وفي تعديلها معناها وقت تحب تحضر وما تعطلش البرلمان تحضر وقت اللي تحب تحرص قولنت يكونوا موجودين ما تحضرش. إذن أنا اللي ممكن نستنجو هنا أنه البرلمان متاعنا ولا عنده عطالة وظيفية كمجلس نواب ولا عنده اشتغال على مواضيع أخرى خارج المجلس بمعنى أنه كل كتلة تتصرف مع البرلمان على حساب شاقع مفاوضات البرة على حساب حساباتها الدقيقة البرة مع الوزارات ومع الحكومات وإلى غير ذلك. لليوم الأزمة السياسية الموجودة أو تشدي السلطات الموجود بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ونسخة منه موجودة في البرلمان التونسي إلى حين أنا جغتين تعطي الوظيفة ذي الجملة اللي أنت استعملتها شكيب. لا أنا شوف نحب نكونوا موضوعيين وما نخسروش الموضوعية متاعنا كي نحكيه على هالجلسة هذية اللي ما توفرش فيها نصاب يزمنا نقوله من كل كتلة قداش حذر مني أنا صراحة كان كتلة ديمقراطية حضروا 18 في الوقت اللي ذاك هو المعدل الحضور متاعهم شو المعدل 20 من 38 يحضروا شطر انت كتلة حركة قداش قداش عبير موسى حضر منها من وين عبير موسى قداش حضر منها جميع المعنيين بالمسائلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس اللي هما بريسك يوصلوا أكثر من 100 ما حذروش وما حذروش وما سمحوش بالنصاب لأنهم معنيين بالمسائلة مش فقط حتى تقوم سامي عبو تقوم سامي عبو تلوم وتقول يا ناس يلي تحبوا تبطلوا جلسات البرلمان يا ناس يلي ما تحبوش تنكشف كل الأسرار والملفات وانت ما حرصتيش على كتلتك باش تحضر على آخرها وعبير موسي ما حضرتش على آخرها شمس بدا عين الشمس بالغربالة انت حزام معني بتسيير المجلس ما هي جزء من مسؤوليتك تسيير المجلس وليت يتعطل يا سيدي في المجلس قل لي كلامي غلط ولا ما طارق هيك غلط انه السيده اقول لك المساله مش حسابيه ماهيش بورسنتاج هذه المجلس ما حذروش كتله حريصه كتله حريصه على المساءله والمكاشفه والمصارحه يفترض تحضر على اخرها الفي لو بلان كيفها كيف السيده عبير موسي ما تعملش المجلس كيف ما تعملش الجلسه بالبلان تاعها ما تعملش مساله اعتباريه انا حاضره على اخري جاوا كل النواب ويهمني انه تنكشف ولا تنكشف كل الملفات تفتح كل الملفات يصح عليها ويصح على عبير موسي ويصح على النهضة اللي ما حرصتش شوف أنا مهني ما حرصتش لا شوف مهني حاطم كل في سلة واحدة شوف موضوعية فرق بينك شوف فرق بيني وبينك فرق في الموضوعية واضح يعني بالصدفة البارح جاء وما حذروش خلينا نقول زوج جلسات زادة مش البارح حاجة كيما يتلام ويتعتب على مجلس خاطر أنا كلمت شكون قال لي والله راني راسي وجعني ومرضت من قصة هالميغافون وكذا والصياح معنا عبير موسي والناس جابت تعذر عليه وجابت حتى شهادة طبية موضوعية عبير وفان الله يهديها مش موضوعية أكثر من هيك عبير وفان الله يهديها عبير وفان الله يهديها أما اللي حبيت نقوله حاجة أنا بصراحة استفزتني برشا وأنا شوف المجلس أعلى القضاء على مجلس القضاء العدلي اللي راهو عندي علاقة خاصة بهم السيد يوسف بوزاخر والسيدة مليكة بزاري عندي فعلا صداقة خاصة بهم وأنا عرفتهم وقت الاختبارات الكبيرة بتاع استقلالية القضاء وقفوا وقفات صحيحة أنا ما نفهمش كيفاش يمشيوا الرئيس الجمهورية ولا الفكرة بالله ويقابلوه رئيس الجمهورية يخرج بيان والمجلس أعلى القضاء والمجلس القضاء العدلي ما يخرج حتى بيان يفترض يخرجوا بيانات يقول لنا شنو اللي صار في اللقاء وشنو المواضيع بكامل الشفافية والصراحة اللي تم تناولها عيب على مجلس قضاء عدلي وعلى مجلس أعلى القضاء ما يقول لناش هالقاعدة هذه شنو حيثياتها شنو أجندتها وشنو ملفاتها راه هكاك يولي الفار يلعب في عبنا كما يقول المصري ما لعبش الفار في عبك بالوقت اللي المجلس القضاء العدلي برأ زوز قضاة وحطهم على مجلس ملعبش يلعب على خاطر ما فهمش بليغ
يا رسول الله. لا وبالك شي ثم واحد ما هماش خرجوا من الاجتماع. قال لك الرئيس اكد على استقلاليه القضاة واستقلاليه القضاء، ربما حب يبين انه بمنأى عن يعني مش اكثر من هذا. اجنده شنو باش يعملها رئيس مع القضاء؟ شنو باش يعمل هكا؟ فقتوا علاش متغشين اليوم؟ هكا سمعتوا علاش متغشين انتم اليوم؟ باش نرجعوا موضوعيه تقطر من عينيه. يلا هذه لا تخفتزوا تاعك. باش نرجعوا بعد شويه مع الزابينغ. احلام عبد اللي حاضره باش تقول لكم شنو اللي صار في البلاد الكل. تسمعوا تو تسويت طبعا بتعليق الفريق. معناها شكيب حتى كي بيبداش رئيس الجمهورية في الزابينج يزمي الزابينج لازم يدخلوا ليش هانا أحلام؟ هو مانيش بعاد احنا على رئيس الجمهورية، لأنه باش نحكيه على الحوار اللي أعلن عليه الوزير المالية السابق نزار يعيش على لسانه هو جاء الإعلام بعد لقائه بالسيد رئيس الجمهورية في قصر كرتاج ولت البارح. الحوار هذايا بعد الإعلان عليه الدنيا قامت الحقيقة وأسال الكثير كثير من الحبر. الحوار الشبابي هذايا كما قلنا اللي تم الإعلان عليه عن طريق رئيس الجمهورية، يقول الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنه إذا كان بديل عن مبادرة الاتحاد فهو لا يعنينا في شيء، وبالتالي ما قام به رئيس الجمهورية هو نكوص على تعهداته. إلى حد الآن ليس لدينا فكرة متكاملة فيما يتعلق بما تم إعلان عليه في بلاغ من رئاسة الجمهورية حول ما يسمى في الحوار الشباب. هل هو بديل على الحوار الوطني أم جانب آخر من الحوار؟ لم يقع الاتصال بنا رسميا، ونعتبر هذا هو في تجاوز لأعراف الاتصال واللي كان من المفروض أنه بعد تبني رئيس الدولة للمبادرة للاتحاد العام التونسي للشغل أنه نذهب إلى تفعيلها، وخاصة أن الأزمة متطورة. ما وقع إلى حد الآن فيه كثير من الغموض، فيه كثير من التردد بعد فترة منذ ديسمبر إلى الآن، ونحن ننتظر في حوار يوقف البلاد من الأزمة. حوار شبابي بهذا المعنى إذا كان هو بديل على الحوار الوطني سيكون في نهاية الأمر طويل المدى واسع ومعقد، وإذا كان موازي فهذا أمر آخر. لكن كان من المفروض أنه رئيس الجمهورية يتجه إلى جهة المبادرة اللي هي الاتحاد العام للشؤون اللي تبنى لها المبادرة بتاعها. نحن إلى حد الآن ما عندناش حتى اتصال رسمي في هذا الاتجاه. الحوار الشبابي إذا كانوا بديل على المبادرة الاتحاد فهو لا يعنينا في شيء، وبالتالي ما قام به رئيس الجمهورية هو نكوص على تعهداته والتزامه بأنه يقطع الحوار. الغموض، هل هو الحوار هذا بديل عن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل عفوا اللي عنده أشهر؟ هل هو حوار آخر موازي كيف ما سمعنا سامي الطاهري اللي أكد ويقول أنه ما فما حتى اتصال وتأول توضيح أو رفع للبس من عند رئيس الجمهورية؟ الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي كان ضيفنا البارح لهنا في 90 دقيقة، وتوجه بنداء لرئيس الجمهورية بضرورة الوضوح والإشراف على حوار سياسي لا يستثني الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. نسمعوا حسين العباسي. ولكن حتى في القانون متاعنا ولا في الدستور متاعنا الرئيس كيف يجي من حزب ويقع انتخابه يجب يستقيل من حزب. دونك هكا الدلالة على أساس أنه باش يكون رئيس كل التوانسة بحزابهم بتناقضاتهم بمشاكلهم بعيوبهم فهمت الوضعية. قدم له دعوة أخرى الآن أنه دونك اذا كان يعمل الحوار ما يلزموش يكون طرف في النزاع. على خاطر يكون طرف في النزاع ما عادش ينجم يقود حوار. نحن قلنا على الرئيس انه ينظر سيدي خلينا نقولوا انظر على الاقل ما نقولش نظره البلاد ما سخفتكش لحد الان. اللي قاعد يقع في البلاد التو ما زال ما حركلكش معناها الفهم، وانه الامور راهي معناها قاعده تمشي من الاسوء معناها من السيء الى الاسوء. ما عليك ان يبادر بحوار. هذوما التصريح الزوز اليوم اللي قدمتهم انت أحلام اللي يحكيوا على الحوار الوطني وحوار الشباب. اخرى زينب راه خاطر فما تعليق جاءت زاده من الحزام الداعم للرئيس الحكومه هشام المشيشي اللي معناها عبرت عن استغرابها، وفما حتى نوع زاده من المؤاخذات على الوزير الماليه السابق نزار يعيش. فما شكون يقول على انه السيد نزار يعيش هو من تقدم بالمبادره هذه او اللي قدم الرئيس الجمهوريه الخطه هذه على رئيس الجمهوريه. بالحكايه والتعليق هذا حوار شبابي بوزيسيون وتطبيق وغيره اكسبليكاسيون، والاتحاد العام التونسي للشغل يقول لك احنا عاملين مبادره والسيد رئيس الجمهوريه يقبلها وعندها اشهر عندها علاقه هذه بالحوار الشباب اللي عملوا والا لا ما عندناش علاقه والا لا. والسيد حسين العباسي البارح اللي كان ضيف خلود مبروك يقول البلاد ما سخفتكش سيد الرئيس. شاكيب درويش، لا انا بصراحه انا نشوف الاتحاد والنقابين موجوعين معناها وتمسوا في 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 كرامتهم. معناها الاتحاد اللي هو رد بالك هو ملح
وسكر البلاد هذه الاتحاد. الاتحاد راهو عمود الخيمة، الاتحاد نوبل للسلام اللي تفاخروا به بين كل العالم أنه عنا نوبل للسلام، وقصة هذا الحوار والمجتمع المدني اللي كانت عنده قيمة وأهمية في أنه خرجنا من الغسرة ومن الخنقة يتم التعامل معاه بالشكل هذا ويتم ترذيله وإهانته والمس من مقامه. معنا الاتحاد قال لك كان نجم السيد قبل ما يخرج سي يعيش أنه رئيس الجمهورية التليفون. أنت ترى فيه تحقير شكيب حتى لو كان ما فهميش راهو ترى فيه تحقير الاتحاد. غضب هو أكثر غضب تحقيره إساءة، وكان يفترض حتى البروتوكول اللياقة تاكت ديليكاتيس كان تفرض لو كان فما ديليكاتيس رئاسي معنا وسخامة رئاسية يتهز التليفون سي نور الدين طبوبي راني أنا قررت كيتو كيت حبسي نزار يعيش هذيك الصيغة اللي عجبتني ومش نفتح هذه أغوغا ومنصة معنا مش نادي لكل الشبيبة والشعب يريد مش تحاور معاهم في كبريات شوانة بتاع البلاد هذي على الأقل إعلامه ما تمش إشعار وإعلام الاتحاد قبل في وقت الاتحاد كان ما يتحط قبل قيس حيد ما يحط خيط في إبرة كان ما يبدأ حاضر سي نور الدين طبوبي سي قيس حيد اللي يعرف التاريخ مش جيدا أما بشكل متوسط طبعا كنت حب بعد نحكيه في موضوع أنه معرفته للتاريخ بشكل متوسط نحكيه خاصة على الاستقرار الحكومي مدة 10 سنين وقت نويرة عندي عليه مؤاخذة برش يعرف أنه مخرجنا ما تبنات الدولة هذه ومخرجنا من ذقتنا كان بجبهة قومية 25 مارس على فكرة اللي فات هو تاريخ انتخابات المجلس القومي التأسيسي مخرجنا كان بجبهة قومية بجبهة قومية ومخرجنا كان بجبهة وطنية عام 81 مش خرجنا وعملنا كل الانتقالات هذه. اليوم انت جي تكسر العين في الاتحاد عيب من رئاسة الجمهورية. سيد سامي الطاهري يقول لك احنا راهو ما عندناش معلومات دقيقة ما نعرفوش سي ديزانتربريتاسيون الطريقة هذه تخلينا نتسائلوا هل المبادرة هذه عندها علاقة بالمبادرة اللي احنا عملناها ولا وكان بالحق فما مبادرة للشباب. يقول السيد سامي الطاهري وكنتوا تسمعوا فيه اللي الحكاية باش تاخذ برشا وقت معناتها يمكن يقول هكا اللي ماهوش وقته بالكش شنو رايك سي طاهري؟ لا انا باش نعاود نقول الكلام اللي قلته البارح ومتاكد منه 1000% للمبادرة نتاع نزار يعيش اللي قلت البارح هي هو طلب موعد وعنده تصور وقعد يعمل في لقاءات في الأشهر الفارطة الكل مع عدد من الفاعلين بما فيها رؤساء أحزاب موجودة في الوسادة وخارج الوسادة وعنده تصور وطلب موعد مع الرئاسة عنده مدة وتم التجاوب معاه في والرئاسة دارت في إطار أنه تعطل الحوار الآخر هني جاي ويعرف الاتحاد الحوار الآخر معطل مشافة هالمبادرة هذه اللي ما عندهاش علاقة معناتها نقاش حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمنهجية بتاع قيس سعيد اللي هو يمباها بتاع الشباب وتترى اللي مش موجودة في المبادرة بتاع نزار يعيش. نزار يعيش مبادرته حوار عام فيه مؤسسات وفيه أطراف وحول الجانب الاقتصادي مش مسألة الشباب هي اللي دخلها معناتها قيس سعيد. مسألة مش خايبة فكرة تحت الفوق في العام معناها الحاجة اللي نحب نقولها الاتحاد يعلم اللي فما أزمة صارت اتصالات حول مسألة الحوار الوطني السياسي حول الحكومة صارت اتصالات وفما اختلاف في وجهة النظر يعني تصور قيس سعيد لموضوع الحوار الوطني ينبع من فكرة استقالة المشيشي. بالنسبة للطبوبي رأى أنه مش ممكن تصير استقالة المشيشي قبل ما يبدأ الحوار الوطني حول مسألة انقاذ الوضع في البلاد. هنا فما خلاف واضح ويعلم الاتحاد ذلك الخلاف وهذاك علاش هو ما فماش أجوبة رسمية أما صارت اتصالات ويعلم الاتحاد اللي فما خلاف قوي حول النقطة هذه وما هوش ناتج الجمعة هذه هو يعرف علاش الاتحاد معناتها يظهروا اليوم منصوصين من الحكاية لأنه في على مستوى الكوميونيكاسيون ما فماش جواب رسمي فهمت يعني كيف يبدأ فما جواب رسمي يظهر كأنه تم تجاهل رسمي للموضوع هذاك. هي المسألة فعلا تقريبا بروتوكولية وانا يظهر لي من الضروري تقريبا يعني تعرفي ما جاوبتكش بشكل رسمي في الوقت اللي تنتي تعرف الجواب الرسمي دونك انا لهنا الرأي اللي من الضروري انه في عوض يولي عنا نمشيو الحوار الوطني حول الحكومة نقولش نعملوا حوار وطني بين الرئاسة واتحاد الشغل هنا فما اشكال حقيقي وعليه لجميع الاطراف المحددة في الحوار الوطني هي رئيس الجمهورية اللي هي الأحزاب الرئيسية في البرلمان اللي قادرة أنها توصل الاتفاقات قادرة أنها توصل في المستقبل وأيضا اتحاد الشغل هذوما الأطراف المحددة يلزم يحسموا الأمر لأنه رانا داخلين لوضع اقتصادي تاو نجي الوقت راهو يلزمنا نخصه
حيز اساسي للحديث على الكوارث اللي تنجم تجرى من وسط افريل الى وسط ماي في علاقه برجع القدور. رانا داخلين على فتره حساسه وحساسه جدا. باش نحكيهم بعد شويه مع السيد. انا رغم اللي انا تقريبا متاكد من انه ثم انفصال مسارات بين الحوار الوطني والحوار الشبابي، ماهوش فرد مفهوم وماهوش فرد حتى تفاصيل، فانه خطا رئيس الجمهوريه هو انه السبات نتاعو طال وما جاوبش الاتحاد لمده اشهر. الجهه اللي يلزمها تجاوب حول الحوار الوطني، ويبدو وهذا ما فاق به الاتحاد، وقالوا هناك رفض للحوار الوطني وهناك اشتراطات اخرى للحوار الوطني. انا نعتقد للحوار الشبابي اللي تطرح في الجلسه مع نزار يعيش ومن قبلها وثم اطراف داخله فيه قريبه من رئيس الجمهوريه، كما رئيس الجمهوريه رافض الحوار الوطني، رافض الحوار الوطني رئيس الجمهوريه بتلك الطريقه، ورئيس الجمهوريه عينه تو على شو الحوار الوطني بدون استقاله بدون استقاله هي بالضبط. ولهذا المساله انتهت، ولكن يجب ان يذكر اتحاد شغل ولا يقول له مره راهو الحوار هذا ما عينيش باش ننطلق فيه. لكن الحوار الشبابي انا نعتقد انه يندرج صلب المشروع السياسي الخاص بقيس سعيد، تطبيقة أو منظومة إعلامية باش تساهم فيها جهات قريبة من قيس سعيد وقريبة من فضاء التكنولوجيات الحديثة كما نزار الشعري وأسماء كثيرة تتردد. التطبيقة هذه باش يقع فيها استبيان، أنا ما أعتقدش بالدقة من المحلي إلى الجهة إلى الوطني. لا نزار شكون مش نزار الشعري يعني مرشح وزارة الرياضة. أنا اليوم أقول لك أقرأ جريدة الصباح نتاع اليوم فيها معطيات ومعلومات. لا لا أكيد أنا هذا شو نقول لك يا خليل، أبعد منه على أقرب برشا المشي. أنا عندي وشوف شكون حضر له في الاجتماع نتاعه اللي عامله في الحمامات. أنا عندي تلقى الوزراء نتاع المشيش، تلقى الوزراء نتاع المشيش في الصف له بما فيهم الوزير اللي وقعت ترشحهم من حركة النهضة من الحكومة. بلاش النزار مع هشام المشيشي والشعري مع قيس سعيد، هذا تقسيمات أخرى. لا ثم ما يفيد أن الفئة الشبابية القريبة من نزار الشعري نعرفها أغلبيتهم تونس في عينينا ماشيين في اتجاه المشروع الشبابي نتاع قيس سعيد، ولهذا لازم نعتبروه هذا المشروع السياسي لقيس سعيد بقطع النظر على الحوار الوطني اللي هو مسار حاجة فما لا. خاطر ريت طارق يصغر ياسر ويتفه في الموضوع البروتوكولي والتليفون اللي حكيت عليه. لحظة برك، ما قالش بطريقة رسمية، لا رد هو يحب يشعل النار. لا رد بال، راو رد بالكم يا اتحاد، رد بالكم تقول له قيس سعيد خرب شلكم كرامتكم برا مشيو هدوا. اللي عكر العلاقة بين العراق وإيران انه الخميني مره بعث رساله للبكر وقتها يقول له في الاخر يلزم الحرب والسلام على من اتبع الهدى. يلزم علينا الحرب، قصة بدنا الحرب العراقيه الايرانيه، قصه والسلام على من اتبع الهدى ساهمت في انه تعمل حرب. بمعنى انه اليوم جيت تسمم انت علاقتك مع الاتحاد وما تعطيهش كارو وقدره وتحقره يلزم الحرب وتكلمه، هذا باش يزيد يعطل انه نلقاه مخارج للخنقه والضيقه اللي نحن فيها. باهي احنا باش نرجعوا من بعد شويه، خليكم معنا على خاطر احلام عبد اللي ما زلت عندها ما تقول في الزابينج نتاعها تصريح للسيده امينه زغلامي بعد شويه، خليكم معنا راجعين. فوكسيتان هو زيت الكراب جديد بتكنولوجيا المانيه، زيت قوي يخلي موتور كرابتك اقوى ويقتصد في استهلاك الوقود. ما اختار القوه اختار فوكسيتان. الموتور هو الموزع الرسمي لزيوت فوكسيتان في تونس. تسمعوا في 90 دقيقة، تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا اي اف ام، شكرا لكم اللي موجودين بحضنا. ما زلنا موصلين للزابينج مع حلام عبدلي وتصريحات السيدة يمينة زغلامي. يمين الزغلامي القيادية في حركة النهضة اللي كانت البارح ضيفة زميلنا محمد خميسي في برنامج الدوامة تأكد وأنه رشد الغنوشي ماهوش خايف وإلا متقلق من عريضة سحب الثقة. الزغلامي تأكد زيدا أنه رشد الغنوشي في وقت اللي كان في البوست متاعه مرتبة بعيدة على مجلس النواب نفع تونس أكثر من وجوده في رئاسة المجلس. اسمه يمين الزغلامي. يعني تتصوروا انتم الاستاذ رشد الغنوشي اللي انا الحقيقه كنت معاه قياديه ثلاث اربع سنوات هكا يعني خايف ومتقلق انه لا لا الاستاذ رشد الغنوشي يؤمن بالديمقراطيه، وانا نحب نقول لك ماذا كي كان رئيس حزب كان اكثر ديناميك ونشاط وجاب برشا حاجات باهيه للبلاد. نقول للتوانسه ان الاستاذ رشد الغنوشي اذا باش يقع صاحب الثقه قال حقه هو وقال انا مشيش على ظهر دبابه، انا جيت بالديمقراطيه ونغادر بالديمقراطيه. تفكيره في تونس ومتالم فعلا انه يعني كما عهد الدكتاتوريه اكثر حاجه خدم عليها تشويه صور وتشويه اللي عملوا الكل العشر سنين رغم كل شيء قاعد يتشوه بنفس الطريقة، لكن للأسف الشديد من النخبة اللي كانت معارضة لبن علي. ما تصوروش أنه اليوم النهضة وإلا الأستاذ راشد غنوشي أنه هكا مشبش وهكا مفجوع. لا 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 مفجوع على البلاد، مفجوع على البلاد. هذا التصريح متاع سيدة يمينة الزغلامي
تعلق على الصور أحلام عبد اللي في الديريكت، مش مشكلة أحلام يعني. سيدة أمينة زغلامي تقول السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان مش خايف على روحه لكن خايف على تونس. تعليق طارق دمك. لا معناتها كل سياسي خمم في روحه، فما جانب الطموح الشخصي يعني ساعات تعرف تجي طبها تعميها تي ما عمل شوية نيونس، قول يا سيدي أي هو عنده طموح لكن زيادة يخمم في تونس، تعمل حتى ما أنت تخريجة يا رسول الله، يعني تقول تصريح يولي ما عادش صدقك حد. نحب نعلق على حاجة توا قالتها لي، معناتها ضمنيا حكاية أنه وضعه أفضل راهو ما يقلقوش وضعه خارج رئاسة المجلس كأنها دعوة ضمنية، وهذه راهو فما مجموعة هي من مجموعة الغاضبة اللي ما خدتش مكان في القيادة الجديدة مكتب التنفيذي متاع حركة النهضة، وعملت توا عندها برشا عدد من التصريحات متاع ماخذة مسافة متاع راهو تنجم تنقد ضمنيا. هذا يلتقي داير الكلام اللي تحدثنا عليه متاع ماهر مذيوب البارح متاع البديل جاهز، ترى ما يقلقنيش راهو راجل غنوش تسحبوا منه ثقة، ما يقلقنيش. رسالة مشفرة من سيدة أمينة زغلامي معناتها قالت البارح اللي قالته معناتها ينجم يمشي يقعد في داره عادي، معناتها كأنها تعلن ضمنيا عادي كان راجل غنوش يعني يستقيل بالمسؤوليات في الدولة ويرجع مثلا للحركة في الوقت اللي نعرفه في الحركة ما عادش نجم يرجع لأنه يعني في المؤتمر الجاي ما عادش عنده إمكانية يجدد على مستوى الرئاسة، معناتها براتيكمون يقعد في الدار. يعني إي نائب نائب مش متخيلوا راجل غنوش باش يحضر معناتها في الجلسات نتاع الجلسة العامة والجلسات اللي جاية الخاصة، لا أعتقد ذلك. يعني الحاجة حب أقولها اللي هذايا يزيد على انه فما نوع من الارتباك في علاقه بالوضعيه نتاع راجل الغنوش، وهذايا متعلق بالتفاهمات الكبرى اللي كنا نحكيوا عليها في علاقه بالتغييرات اللي تنجم تصير على مستوى رئاسه الحكومه على مستوى رئاسه البرلمان. فما حاله نتاع بلبله وحاله نتاع ارتباك في الكواليس نتاع شنو هي المفاهمه شنو باش تكون. قليل هو بصراحه يعني انا نتفاعل معناها اذا كان خايف على تونس بالحق سي الغنوش هذا ممكن يعني فبامكانه تطوعيا يسمع كلام تونس ويستقيل مباشرة من المجلس. نعطيك ثلاث حاجات أنا. الغنوشي ولا يسمع كلام تونس أي يسمع كلام تونس الغنوشي عامل توتر لا عامل استنى خلينا نكمل لك ثلاث حاجات هو عنصر توتر في مجلس النواب وهذا ثبت بالكشف وهنا تو في سحب الثقة ونعم ولا ونهار تطلع 100 ونهار 102 وإلى آخره. هو عنصر توتر في الواقع السياسي البلاد لأنه مصطدم بمؤسسة كبيرة منتخبة اسمها رئاسة الجمهورية وهو عنصر توتر في البلاد لأنه 75% من الشعب التونسي وفق استبيانات الآراء هم الأقل ثقة في راشد الغنوشي. إذن هذه الوطنية الجياشة إذا موجودة عنده فليترك المكان لغيره، شنو المشكل يجينا ضوي آخر يبدأ معناها يعرف ينيغوسي وكذا وانتهى الموضوع. والله كي يسمع كلام تونسي لا يدفع لي على عبير اللي ما خلتش يتفوض الواحد مش دخل عبير تو تفوض الواحد في كتلته بشي دافع على مقترح التنصف ما قبلتش تحب هي تدافع عنه، واذا ما امكنش بميغافون واذا ما امكنش تسجل مدخلتها في تليفون ويقدمها هنا معناها باش تعرف. هذه حاجه ما لها معنى صغيره. شوف فما عندنا حيوانات سياسيه في البلاد فما يسموهم ان انيمال بوليتيك، الناس ما تنجمش تبطل سياسه على فكره. رطرش معناها لو تبطل سياسه عباره قطعت عليها انابيب الحياه والتغذيه ما يموتوا معناها، فما ناس تموت ما تعمل سياسه. شوف نجيب شابي هو مرة استقال هو مرة رجع هو مرة استقال، ناس تصبح وتمسي في العرق السياسة. ما نتصور راجل غنوشي باش يبطل سياسة اليوم وإلا باش يكتفي برئاسة البرلمان ولا مش عينه زعم على تمديد ولا مش عينه على رئاسة 2024 حتى لو كان ما كانش في البوست. لا 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 مش بالضرورة الطبيعة هكا تقول سيدة يمين. لا لا هي ضد الطبيعة البشرية. كيفاش ضد الطبيعة البشرية؟ الطبيعة السياسية البشرية؟ أي نعم واحد كيتطبع سياسيا عمره كامل معناه راسه شاب من السياسة من نعومة أظافره الناس كل ما عادش يبطلها السياسة تولي في العرق السياسة دي يبطل السياسة للقبر طول وقال لي نحكيه على المصلحة العليا للبلاد كيفاش أيوة. نجم لا هو يقول لك المصلحة وهذا هو هذا زاد شنو تقول سيدة يمينة راني نرجع كتالوج سمع عندك كتالوج على المصلحة نرجع الكلام نتاعها عندك كتالوج على المصلحة العامة كل واحد كيش يراه. أما خليني نقول لك حاجة في بلادنا ما عندناش راهو المناصب مصائب والكراسي مآسي ما عندناش الموضوع هذاك. أما زيد حاب نذكر سيدة يمينة قداش رئاسة البرلمان قداش كلفت حركة النهضة. باهي أحلى من نكمل مع تصريح أخير مع سيدة يمينة زغلامي. مع تصريحات مع خماسي ديما في دوامة يمينة زغلامي البارحة تأكد وأنه نبيل القروي سجين سياسي نسمعوها. القضية اللي فيها نبيل القروي ما هيش قضية نتاع سجن وإنما عنده فلوس لازم يعطيهم للدولة وهو يعني مستعد لهذا. سجين سياسي نعم أم لا؟ إي في اللحظة هذه الحقيقة مدام هي تقول بالهرسلة إي بالهرسلة اللي قاعدة تصير على الكتلة نتاعو بقطع النظر على تسريبات حتى أنا عايشتها. إي بالطبيعة سجين سياسي القضاء ما ينفقش وخضع عين خبراء الخبراء طلعوا غالطين وهكا ولاو جرحوا في أنفسهم. علاش قاعد يعمل الآن في السجن نبيل القروي يعني الحقيقة؟ أي. لكن في القضية هذه نتاع
التهرب الجبائي نتاعو. انا الحقيقه عندي صديق وزميل محترم هو سعيد الدلومي، وعندي سي فيصل دربال، وهذو من الناس اللي زيكسبير اللي انا شرحت لهم في القضيه. اخطاتم التقييم مدام؟ اكيد. السيده يمين الزغلامي توصف السيد نبيل القروي بالسجين السياسي، تعليقكم على التوصيف هذايا؟ نبدا معك انت خليل. انا نعطيك تعليق بسيط، ناخذ الفيديو هذا ونجيب لك فيديو اخر نتخيلوه تو ارتيفيسيالمون موجود. نجيب الفيديو هذا نبيل القروي سجين سياسي، نجيب الفيديو اللي قبله وقت نبيل القروي مازال في الحبس ومترشح للرئاسيه، شنو قال سي راشد الغنوشي؟ لن الزمخشرية نتحالف مع المشمولين بشبهات فساد، احنا جينا من اجل الثوره ومن اجل قوى الثوره، وهذا حزب نبيل لن نتحالف معه. ونزيدهم القسم التاريخي نتاع سي نبيل القروي من سجنه في رسالة أنه لن يتحالف مع التطرف الديني والتطرف الإسلامي. بوهت الذي كفر، هكذا شو نقول؟ بوهت الذي كفر. طارق تعليقك على التوصيف هذا؟ لا أنا به نائبة معناتها في البرلمان زي تقول أنا باش نحكم على ملف نسمع زوز زملائي النواب اللي موجود معايا في الحزب والكتلة واللي موجود معايا في الحلف اللي أنا فيه في السياسية، ما نسمعش القضاء. أبسط شيء نقول والله خلي سنترك القضاء يأخذ مجراه ويربي معاه وكهو إن شاء الله يفك أسره. أما سجين سياسي نبيل القروي، راهي كلمة سجين سياسي راهي كلمة عظيمة. سجين سياسي معناتها أنت في عهد استبداد تو أنت شد الحكم، أنت حركة النهضة هي اللي شد الحكم، وتقول على واحد رئيس حزب معاها في الحبس اللي هو سجين سياسي، معناتها أنت دولة استبدادية. فاهم شو معناتها كلمة سجين سياسي؟ سجين سياسي أنت راك موجود في الحبس لأن السلطة التنفيذية تدخلت في القضاء ودخلته للحبس. مارتا انت مشيشي اللي دعمته واللي معاه مشى شد نبيل القروي حطه في الحبس. اخي فاهمين فاش يحكيو؟ اخي يقولوا كلمه بوليتيكال بريزونر حاطينها جماعه في نسمة حاطينها في الزاده طارق فاهمينها كلمه؟ راه عنده تاريخ وعمق وناس ماتت بوليتيكال بريزونرز. اخي تفدليك هو اخي نبيل القروي نكته بوليتيكال بريزونر هو البي تعليق شكيل اشرب اشرب برد خويا طارق ما تقوليش انت معاه بوليتيكال بريزنت شوف شوفوا معاه ولا مش معاه اش قولك شكيل في التصريح قرب لك في الدقيقه 59 لو يحب باش يكمل حبي فونكسيون اعطيني والله نستنى لا قلنا شكيل تعليقك على تصريح النائب السيد ايمن الزغليمي قالت لك السيد نبيل القروي سجن سياسي هو يتردد ياسر في ادبيات في ادبيات 59 شكيل في ادبيات السياسه انه يقول لك السياسي من غير ذاكره والسياسه من غير ذاكره. مع الاسف امانه راني ولد اليوتوبيا السياسيه انا هكا معناها انا اتفق باليوتيوب انت شايف انا ولد المثال الاعلى السياسي نعتبر السياسه وخدمه الناس هذه في ميزان حسناتي. ما نحبش البوليتيك واللي عملته يمينه في الحديث عن النبي القروي برشا بوليتيك. ذكرت انور السادات، انور السادات بالمناسبه مره قالوا له ها وزير نظيف، تعرفش قال لهم بروسخوه وجيبوه، السياسه توسخ. السياسه توسخ، ما نعرفش الرساله موجهه لمن. على كل انا نشكركم الكلكم، بارك الله فيكم اللي كنتم موجودين بحضنا هنا في 90 دقيقه. ميرسي خليل، ميرسي طارق، ميرسي شكيل، ميرسي احلام عبدلي على الزابينغ. شكرا لكم اللي قاعدين تتابعوا فينا انتوما. مازلنا بعد شويه مواصلين في 90 دقيقه. اليوم نحكيو اقتصاد. السيد محسن حسن يحكي على اللبنه في تونس، انه ماشيين للسيناريو اللبناني اقتصاديا. كان قاعدين نتبعوا شويه شنو اللي صاير، تابعونا بعد على خاطر فما